السودان القطر القارة، قلب أفريقيا النابض، أرض الثقافات والفنون. بالأمس كان موئلا للحضارات العظيمة والممالك التي كتبت أسطرها على صفحات التاريخ ناصعة كسرائر أهله، واليوم يقف على عتبات التاريخ يتطلع إلى مستقبل جديد وغد زاهر. تحدث عنه السير دوغلاس. من هو السير دوغلاس؟ ولد السير دوغلاس في عام 1909، تخرج في جامعة أكسفورد، انحدر من أسرة معروفة ووالده جراح معروف. في عام 1922 درس في كلية وينستر. في عام 1930 نال درجة في التاريخ الحديث في جامعة أكسفورد. في 1931 أتى إلى السودان للعمل في الإدارة الحكومية، حيث كان السودان تحت الحكم الإنجليزي المصري. قضى 3 سنوات بمحافظة كردفان نائبا للمأمور. في عام 33 و 1935 عمل بإدارة الأمن العام، وهو سياسي معروف في بريطانيا وعلى مستوى العالم. في عام 1973 منحته ملكة بريطانيا لقب سير تقديرا لخدمته الطويلة الممتازة. سير دوغلاس باركر، دوغلاس إنه لشرف عظيم أن نلتقي بك في هذا البرنامج. I'm very pleased to do anything I can to explain to my many Sudanese friends. إنني سعيد أن أتحدث لأصدقائي في السودان. Okay. دوغلاس، ذهابكم للسودان للمرة الأولى في فترة الثلاثينات، وخاصة بعد معركة أمدرمان أو حرب النهر كما وصفها السير وينستون تشرشل، أو حركة الطلاب المطالبة بالاستقلال، كيف تصفون شعوركم وأنتم تقومون بهذه المهمة؟ إنني أنحدر من أسرة طبيعة عملها أن تعمل بالخارج منذ القرن 18 في جامايكا. إن أسرتي لها تاريخ طويل في العمل بالخارج منذ القرن 8، حيث كان يعمل جدي كرئيس للجراحين في سنة 1840 في البنغال. والدي عمل في جنوب أفريقيا، وعدد آخر من أعمامي مثلا عمي وايز بي عمل في شمال البحرين، ثم مؤخرا في السودان لمدة 10 سنوات، انتقل بعدها إلى مصر. ولذلك بعدما أكملت الدراسة في الكلية قررت أن أعمل بالخارج، حيث كانت مدة العمل 25 عاما، أي من حيث يصل الإنسان سن المعاش في 48، ثم يمكن للشخص أن يقوم بأي عمل آخر. ذهبت إلى السودان 1930. ذكرت لي السيد وينستون تشرشل. لقد كنت محظوظا لأن عملت في حكومته الأخيرة في قسم الإدارة. لقد ذكر لي السودان أكثر من مرة، حيث أنه قال لي إنه من المحزن أن نحارب الناس الذين نحترمهم، وهم السودانيون والبكتان والزول في جنوب أفريقيا. ما هي المشاكل التي واجهتك أثناء تأدية عملك، خصوصا فيما يتعلق بالقبائل مثل حمار كبابيش؟ السنوات الثلاث الأولى التي قضيتها في كردفان كانت في شرق كردفان، والتي تعتبر من أغنى المحافظات، حيث يوجد السمسم والصمغ العربي وحب البطيخ. والناظر أحمد عمر كان قد فقد عينه في معركة عطبرة 1878، وهو زعيم سوداني معروف كانت لنا علاقة جيدة معه. قال إننا لم نكن نحارب الإنجليز، لكننا كنا لا نريد أن تعود تركيا مرة أخرى،
ولكن اكتشفنا أن الإنجليز أفضل لنا من الأتراك. وهذه كانت نقطة بداية مثيرة. كان خلاف بين قبيلة الكبابيش وقبيلة الحمر وهو نظيرها. والكبابيش والكواهلة قدموا من شرق كردفان أثناء السنتين الأوائل، حيث شهدنا مجاعة نسبة إلى الجراد، حيث كانت الأوضاع سيئة جدا. وقد قمنا بإحضار العيش الذرة من الهند. كذلك كانت لدينا مشكلة هي عدم هطول الأمطار. كنا في نفس الوقت نعالج مشكلة الجراد، نجده يعود مرة أخرى حيث يبقي على كل شيء أخضر. والشيء الوحيد الذي بقي للأكل هو الجمال، فإذا لم يتم أكلها من أفراد القرية سوف تحدث مشكلة، وبعدها قد يموت شخص ما. وبعد أن أمضيت سنتين ونصف ذهبت إلى غرب كردفان لأعمل كنائب مأمور، بعد أن شهدت المشكلة بين الحمر والكبابيش الذين قدموا إلى المنطقة لرعي جمالهم. ثم لسوء الحظ جاء نقلي كمساعد للسكرتير العام في القصر. هل حاولت أن تصلح بين هذه القبائل؟ نعم، كانت هناك اجتماعات بينهم، أي الحمر والكبابيش، أي نظار القبيلتين في مقر المديرية أو محليا بينهم. والشيخ علي التوم زعيم الكبابيش أشهر زعيم سوداني، كذلك الناظر أحمد عمر. انتهى الخلاف، أصبحت علاقتهم جيدة جدا. الجمال كانت وسيلة المواصلات الرئيسية آنذاك. هل يمكن أن تحكي لنا عن هذه التجربة؟ في شرق كردفان كان لنا خط سكة حديد ولوري واحد، وكان لدي جمل واحد. وفي غرب كردفان وهي على بعد 700 ميل في الشمال الجنوبي كانت لدينا ثلاث سيارات، كانت لنائب المأمور بيك أب والمأمور تراك، وكذلك كان لدي جمل. أعتقد أن ركوب الجمل في كردفان وبعدها ركوب البغال في الفونج وهو أفضل لأنه أسرع، حيث أنني قطعت مسافة حوالي 10,000 ميل وهو زمن كبير، حوالي 4 أميال في الساعة. كيف تحيلت الجمل؟ إذا قمنا بانتظار الجمل ليجلس على الأرض جيدا فإنه يدير رأسه عند صعودك على ظهره ليعضك، ولذلك أفضل طريقة كانت أن تحافظ على وضع رأسه. أنك أن تحدثنا عن ذكريات أو مواقف عندما ذهبت إلى مقر عملك الجديد. العامان اللذان قضيتهما لم تكن لهما أي أهمية. لقد شهدنا قدوم الفلاينج بوتس من جنوب أفريقيا إلى مصر، وكانت من المهام أيضا التعامل الدولي مع الدول السبع المجاورة للسودان، فكانت تختلف عن طبيعة التعامل مع كردفان والتي أحببتها وكنت أريد التمسك بها. أثناء عملي أعتقد أن أكثر قصة أذكرها بصورة حيوية وكانت غير عادية هي في عام 1935 في صيف السودان الحار، وهي وجود السيد عبد الرحمن المهدي، السيد علي المرغني والسيد يوسف الهندي. فكان هؤلاء الثلاثة من شيوخ السودان المتدينين، حيث أن السيد عبد الرحمن كانت له عائلة كبيرة، والسيد علي كان له بنات ولم يكن له ولد واحد. والشيء الذي حدث أنه في أبريل 1935، حيث أنني كنت نائما على سطح القصر والمنظر من حولي كان رائعا لأنني كنت منتش من رؤية أم درمان والخرطوم بحري. وفجأة دوى صوت مخيف عند منتصف الليل عبر النيل،
واعتقدت أن المهدية بدأت مرة أخرى، فأرسلت رئيس الحرس ليطلعنا على الخبر وليجد لي طريقا للهرب إذا استدعى الأمر ذلك، لأن الإضاءة كانت قوية والطلقات النارية يزداد دويها مع حدوث ضوضاء وضجة عالية. لقد كنت خائفا جدا. بعد 10 دقائق عاد لي رئيس الحرس وأوضح لي أنه لا داعي للخوف، كل الموضوع هو أن السيد علي المرغني قد رزق بولد. هل ذكرت هذه الحادثة للسيد علي المرغني أو السيد محمد عثمان؟ نعم، عندما التقيته قبل 10 سنوات قلت له أنا مظلوم منه، فنظر إلي بانزعاج. قسمت له وحكيت له القصة، قلت له يوم وصوله إلى الدنيا الحمد لله على سلامته. لقد أخبرتني أن السودان كان يصدر كثير من البضائع، هل تذكر لنا هذه البضائع؟ لقد كان الصمغ العربي من كردفان، واعتقدنا إلى يومنا هذا أيضا أن السودان يصدر الصمغ العربي، وكذلك كنا نصدر حب البطيخ حوالي 50,000 طن، كنا نصدرها إلى مصر لتستهلك كنوع من التسالي وتوكل في السينما، وكذلك كنا نصدر 40,000 طن سمسم و80,000 رأس من الماشية، كانت تجلب من الغرب وترسل في القطار، حيث قمنا بحفر آبار مياه عند السكة الحديد لسقي الماشية. وعندما ذهبت إلى الفرنج بدأنا بشيئين، الدوم والجلود والتي كانت ترمى بعد الذبح. قمنا باستئصال قطعة من الخشب حيث كنا نثبت الجلود على تلك الألواح الخشبية ونضع عليها الملح ونقوم بتغليفها. الشيء الآخر كان الدوم، حيث كان ينتج بكميات كبيرة، وكانت تقسم الدوم على نصفين وتستخرج البذرة الداخلية والتي استطاع اليابانيون استخدامها في صناعة الزراير للقمصان. في السنة الأولى التي قدمت فيها نظم مفتش المركز عملية الدوم، وبعنا ما يعادل 17,000 جنيه في السوق في منطقة جبال الانقسنة. وفي السنة الثانية بيع ما قيمته 30,000 جنيه، وفي السنة الثالثة بعنا ما قيمته 50,000 جنيه، أي ما يعادل 2 مليون جنيه الآن. والمشكلة الوحيدة التي واجهتنا هي عملية شق الدوم، وكانت لدى أهل الانقسنة آلة خاصة لفتح الدوم عبارة عن سكين، وكان لدى الأطفال مهارة عالية في فتح الدوم وإبعاد أيديهم بسرعة قبل إنزال السكين على الدوم مرة أخرى لفتحها. لقد اشتكى إلي أهل الانقسنة بأنهم فقدوا معظم أصابعهم بسبب فتح الدوم، عكس أطفالنا وهم يفتحون الدوم وأنتم تأخذون الأموال. وكان الطفل منهم ذو 10 سنوات يتمكن من بيع 5 إلى 7 من الأبقار، عكس عرب الكنانة الذين كانوا يقدمون لشراء الماشية ويشترون منهم أيضا. And they had 10-year-old children who owned 6 cows. Yes. Instead of the Arabs, the Kanana, who came down and bought cattle from them. Yeah. They were buying cattle from the Kanana. Yes. How about the other European countries? Did you send anything?
هل كنتم تصدرون إلى بعض الدول الأوروبية؟ نعم، لقد كان السوق حرا. نعم، وبسبب ذلك نجحنا في تحقيق أموال كثيرة بسبب الحركة التجارية النشطة في منطقة جيسان عن طريق إثيوبيا، حيث كان هنالك أيضا كميات كبيرة من الذهب والبن الذي كان يزرع بكميات كبيرة في تلك المنطقة. وعندما احتل الإيطاليون إثيوبيا لم تكن هنالك بضائع كثيرة، لقد كنا نرسل لهم الجلود وغيرها ونحقق احتياطيا مناسبا، وفي بعض الأحيان كنا نرسل الشاحنات إلى السوق والسنار، وأحيانا نرسل من هناك البضائع إلى إثيوبيا. في موسم الأمطار كان يأتي وابور البخار في الروسيرس، وفي أثناء الفصول الأخرى من السنة كانت تأتي المراكب وتنقل البضائع إلى السوق ثم إلى القطار إلى كسلة، منها إلى بورت سودان. لم تكن العملية فقط قاصرة على استلام أصحاب البضائع لأموالهم، ولكنها كانت تعود بالنفع إلى أصحاب البضائع الذين قاموا باستئجارها عن طريق بيع البضائع في 3 أسواق في بورت سودان. نعم، لقد كانت رؤية كيتشنر وهو صاحب هذه الفكرة، حيث رأى القطن الأمريكي يزرع في الهند، ونسبة لاندلاع الحرب الأهلية في أمريكا لم نكن نحصل على الكمية المطلوبة من أمريكا، لذلك قمنا بزراعته في مصر وكانت طويلة التيلة. ونسبة لأن كيتشنر كان مهندسا فقد قام بوضع عملية حسابية عن هبوط النيل السريع 178 قدم إلى 169 ميل، ولذلك عندما تبني سدا في سنار فإن السد الرئيسي يعمل على الخرطوم، بالتالي فإن الماء يعود إلى النيل الأزرق. وطبعا لدينا جهاز لتصريف المياه وهو مؤسس لأكبر مشروع في العالم وهو مشروع الجزيرة. إن نظام الحواشات ومساحاتها عبارة عن 1,000,000 فدان، وأعتقد أن المامور سليمان مكاوي أكرد ضاعف هذا الرقم، وأنها لا زالت تنتج القطن ومنتجات أخرى مختلفة، وهي في رأيي اختراع مدهش. وقد قال لي أحد أصدقائي إن أهم 3 أشياء جلبها البريطانيون هي اللغة الإنجليزية ومشروع الجزيرة وكلية كيتشنر الطبية. ولدينا الآن 1,000 طبيب سوداني يعملون في وزارة الصحة البريطانية، و3,000 يعملون في الخليج. إن السودانيين يعتبرون أناسا لطيفين نايس. إن أي سوداني ألتقي به أجده كذلك ولا أفهم لماذا. عندما عملت مع الروس والصينيين فقد قالوا لي إن السودانيين محبوبون ولطفاء، وكل الذين عملوا في السودان يحملون ذكريات سعيدة على هذا النحو، ولكن على السوداني أن يحل مشاكله. وإنه لشيء محزن ومؤسف عندما تقرأ في الجرائد أن حوالي 2,000,000 شخص يموتون في السودان من المجاعة والأمراض بعد أن تركت السودان 40 عاما. المعروف أنه كان لكم علاقة سياسية مع الإمبراطور هيلاسيلاسي، كنا كان تحدثنا عن تلك العلاقة. بعد أن تركت القصر وانتقلت إلى منصب الجديد في الفون كمساعد مفتش في جنوب الفون عند الجبهة المواجهة للحبشة أثناء الحرب الدائرة بين إثيوبيا وإيطاليا، وما تبقى من حرس الإمبراطور استسلم إلينا، وكانت فترة صعبة للغاية. كنت أعتقد أن اندلاع الحرب في أي لحظة ربما يحدث ذلك. سمعت هتلر يقول برلين وموسوليني،
عندها تأكدت من وقوع مشكلة، ومع الأسف لم يسمعني أحد، ولذلك قدمت استقالتي لأنني كنت أريد أن يتخذ موقف، لأن السودانيين أصدقائي والسودان تعرض لمعاملة سيئة من الإيطاليين، فقمت بالانضمام إلى الحامية التي أنتمي إليها في ويندر، وأرسلت إلى مكتب الحرب الذي أرسلني إلى مصر في صيف 1940، وفي 11 يونيو 1940 أعلنت إيطاليا علينا الحرب، ودخلنا معها في الحرب. عاد الإمبراطور إلى السودان، ولأنني في مكتب الحرب كنت مدربا لمساعدته، حضر إلينا الجنرال وينجد. كنا مستعدين لهذه المهمة منذ 5 سنوات، وقد حضر معه ولداه الاثنان. كنت أريد الذهاب معه إلى إثيوبيا عند رجوع الإمبراطور، ذلك لأنني كنت أيضا على اتصال مع الإثيوبيين الذين اتخذوا اللجوء في السودان، وبقيت في الخرطوم حسب الأوامر، ولم أذهب مع الإمبراطور إلى أديس أبابا كما ذهب الآخرون. What was your view about that? Well, as the foreign under secretary at the time, I've been put in the foreign office under Anthony Eden by Mr. Churchill, and then when Mr. Eden succeeded as إنني كنت أعمل في وزارة الخارجية في عهد الرئيس وينستون تشرشل، وعندما خلفه المستر إيدن فقد احتفظ لي بمنصبي في وزارة الخارجية، وجاء جمال عبد الناصر إلى السلطة في مصر، وكان يؤلب ويستعدي كل دول وشعوب المنطقة ضدنا، وحول كل المنطقة إلى عدم استقرار، وقد قرر قفل قناة السويس في وجه الملاحة والتجارة الدولية، رغم أهميتها القصوى لنا وللعالم العربي وللعالم كله، خاصة بالنسبة لسلعة البترول الحيوية. وقد حاولنا مرارا وبذلنا جهودا مضنية لتجنب الصدام معه، ولكن لم يكن من الصدام بد، فقد تمت المواجهة في قناة السويس بقرار من المستر إيدن رئيس الحكومة البريطانية، ولكنني آسف أنه لم يكن بإمكاني أن أخالف وحدي قرار المستر إيدن رئيس الحكومة البريطانية بضرب قناة السويس. كان ذلك في العام 1956. But it was his decision, and I backed it up with loyalty as I could do. In the summer of 1955 to being Prime Minister and returned me to the Foreign Office in about December, and came Christmas, and the Governor General went on leave and the Sudan Assembly declared themselves independent. There had been long negotiations going on. The political services, as I was so proud to be a member, had been ordered out of the country in the British Army, and I was sent out to represent the British government at the independence celebrations. And I had very mixed feelings because I was very pleased that this ended. عندما تقلب أنطوني إيدن منصب رئاسة الوزراء في صيف 1955 دعاني إلى مكتب الخارجية في ديسمبر، كان الوقت كريسماس، حيث ذهب الحاكم العام لقضاء الكريسماس، وأعلن البرلمان السوداني استقلال السودان، حيث كانت هنالك مباحثات ومناقشات طويلة.
حيث طلب من الخدمة السياسية البريطانية، وقد كان لي شرف أن أكون عضوا فيها. طلب منها أن تغادر البلاد. كان أيضا طلب مني أن أذهب لكي أكون مندوب الحكومة البريطانية في الاحتفال بالاستقلال. كان لدي شعور مختلط، حيث أننا أوقفنا مصر من الهيمنة على السودان، بالرغم من أن الحزب الذي فاز بالحكم كان يؤمن بالوحدة مع مصر. لقد قضينا 4 أيام في الخرطوم. قد كان الاحتفال في حديقة القصر مؤثرا جدا. أذكر أنني كنت في حديقة القصر على جانب مني ضابط مصري آخر، حيث أنزل العلمان المصري والبريطاني ورفع العلم السوداني. كانت المقابلة طبيعية وفريدة. عندما ذهبت إلى القصر كان معظم الناس العاملين بالقصر كانوا مثلي يعملون في خدمة الحاكم العام قبل 20 عاما. استقبلوني استقبالا حسنا وكنت مسرورا جدا لرؤيتهم. عندما انتقلنا إلى لندن قمنا بتأسيس جمعية لتدريب العاملين بالبرلمان في لندن، مثل السيد الشنقيطي السيد فوراوي، وقد قمنا بتدريبهم ليكونا متحدثين في البرلمان أو منصب رئيس البرلمان. وأعتقد أن فكرة إعداد وتدريب السودانيين للبرلمان أدت إلى نتائج مثمرة. إن أغلب السودانيين الذين عرفتهم وأسلمتهم السلطة أحمل لهم كثيرا من التقدير والسرور، ولكنني ندمت على أننا سلمنا السلطة قبل بناء دولة السودان الحديثة وإعدادها لتولي شؤون الدولة من محامين وغيرهم. أخبر، هل تود أن تقدم أي شيء للسودان والسودانيين؟ The great goodwill towards the Sudan and this country. I often wonder why, but saving your presence, everybody I know who's come across them likes them, say they're very nice people. Nobody quite knows why. ويتساءل سير دوغلاس ماذا يحدث في السودان منذ أن أنزلنا العلم البريطاني قبل حوالي 40 عاما. المعروف أن السودان بلد كبير ولديه إمكانات هائلة. هنالك كثير من الناس في بريطانيا يحملون قناعات جيدة عن السودان من الذين عملوا فيه وعاشوا فيه، ولهم ذكريات سعيدة عن السودان، ولهم تواصلات حميمة مع السودانيين. إن السودان قد عزم عزما أكيدا على نيل حريته واستقلاله الكامل، ولن تثنيه قوة عن ذلك. من اليوم سيكون العامل الأول والأخير في تكييف علاقاتنا المستقبلية، وكما لم نتساهل في الوقوف ضد من يقف في وجه حريتنا، كذلك لن نتردد في مد يد الصداقة والتعاون لكل من يحترم حقنا ويعترف بوضعنا الطبيعي الجديد. انطباعات جيدة عن السودان من الذين عملوا فيه وعاشوا فيه، ولهم ذكريات سعيدة عن السودان، ولهم صداقات حميمة مع السودانيين، وكل هؤلاء يرغبون في تقديم المساعدات للسودان.
وزوجتي أنا رئيسة لجمعية كبيرة وتريد أن تقدم خدمات ومساعدات للسودان في مجالات الصحة والتعليم وغيرها، ونحن نتمنى أن نزور السودان ونقف مرة أخرى على الأماكن والمناطق التي عملنا فيها وأن نلتقي بأصدقائنا القدامى من السودانيين. وأخيرا نحن نسأل الله العلي القدير أن يمكن السودان من حل مشاكله. أسأل الله سبحانه وتعالى وكل إخلاص أن يحل مشاكل السودان. إن شاء الله. إن شاء الله. Inshallah, inshallah. Sir, it was a great honor for me to talk to you and you talk to the Sudanese and other countries.